السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض غرزة كروشيه صيفي، شكلها حلو قوي وتنفع لبلوزات وشالات. هنعمل مع بعض كده سلسلة بالطول انتي طبعا عايزاه، وبعدين هرتفع سلسلة وهدخل في تاني سلسلة وهعمل غرزة حشو. هعمل 5 سلاسل بالشكل ده، وهسيب تحت 3 سلاسل، هعد 1 2 3 وادخل في الرابعة واعمل غرزة حشو. هرجع اعمل 5 سلاسل واسيب 3 سلاسل وادخل في الرابعة واعمل غرزة حشو. الصف الاول كله عبارة عن النص دايرة دي المكونة من 5 سلاسل بالشكل ده، وبعمل غرزة حشو زي ما انتوا شايفين. بعد 3 سلاسل وبدخل في الرابعة وبعمل غرزة حشو. زي ما قلت لكم الغرزه دي صيفي مفرغه، بتبقى حلوه قوي في البلوزات الصيفي او الشالات السكارفات. وعلى فكره برضو لو استخدمت لها صوف تقيل وعملت بيها شال بيبقى برضو شيك قوي وحلو قوي. لو انتي عايزه تعملي حاجه شال لعيد الام او كده، الغرزه دي فعلا من اجمل الغرز في الشالات. انا كده وصلت لاخر جزئيه، بعمل غرزه حشو بالشكل ده. وبيبقى عندي السطر الاول كله بالشكل ده. انا بقى هرتفع 5 سلاسل للسطر الثاني، برجع ادخل في اول قوس بالشكل ده او نص دايره، وادخل في التاني واعمل 8 اعمدة، 8 عمود بلفة. تمام، هاخد لفة على الابرة بالشكل ده، وبدخل في القوس ده كله وبعمل 8 اعمدة. ده 1 2 3 4 5 6 7 8 بالشكل ده. وبعدين بدخل في القوس اللي بعده وبعمل غرزة حشو، برجع اعمل 5 سلاسل وبدخل في القوس اللي بعده وبعمل غرزة حشو. تمام، هفك الجزئية دي واعملها تاني. انا المفروض امشي بنفس الطريقة، يعني هدخل في القوس ده واعمل 8 اعمدة، وبدخل في القوس اللي بعده وبعمل غرزة حشو، برجع اعمل 5 سلاسل وبعمل غرزة حشو في القوس اللي بعده بالشكل ده.
هدخل في اللي بعد واعمل 8 أعمدة. في آخر الفيديو إن شاء الله هنزل لكم الباترون برضو للي حابة تشوفه وتشتغل عليه. هعمل اخر جزء بالشكل ده. تمام، بعد كده وبدخل فيه بسيب ثلاثة، بدخل فيه الثالثة بالشكل ده وبعمل غرزة حشو. انا كده خلصت السطر، لا لسه في جزء في السطر التاني. انا هعمل فيها 3 أعمدة فوق غرزة الحشو اللي عندي دي. بالشكل عشان بس ايه، طبعا بكمل الاخر ويبقى الشغل ماشي عندي مظبوط زي بعضه. بارتفاع للسطر الثالث بعمل 4 سلاسل وبدخل في العمود اللي بعده بعمل عمود بلفة، وبعمل سلسلة وبدخل فوق العمود اللي بعده بعمل عمود بلفة. برجع ادخل في القوس اللي ده اللي هو بعده ده وبعمل غرزة حشو. هعمل بقى فوق كل عمود بلفة من اللي قدامي دول عمود بلفة، يعني هيبقى عندي برضو 8 أعمدة، بس هيبقى الفرق ما بينهم عندي ما بين كل عمود وعمود سلسلة. يعني هعمل سلسلة عمود بلفة سلسلة عمود بلفة. تمام، وبدخل في القوس ده او نص دايرة وبعمل غرزة حشو. برجع ادخل في العمود اللي بعده بعمل عمود بلفة سلسلة، والعمود اللي بعده برضو فوق عمود بلفة. وهكمل بنفس الطريقة فوق كل عمود بلفة عمود بلفة، بس ما بين كل عمود وعمود سلسلة. هرجع ادخل في القوس ده واعمل غرزة حشو بالشكل ده، وهكمل بنفس الطريقة لاخر الصف. انا كده خلصت السطر ده وهرتفع للسطر اللي بعده، فهعمل 8 سلاسل وهعد 3 أعمدة 1 2 3، وبدخل في السلسلة اللي بعده وبعمل غرزة حشو. هرجع اعد 2 عمود. تمام، هعمل 5 سلاسل وارجع اعد 2 عمود وادخل في السلسلة اللي بعده واعمل غرزة حشو.
هعمل 5 عمود، 5 سلسلة، وبدخل فوق غرزة الحشو اللي هي اللي في النص دي، وبعمل عمود بلفة بالشكل ده. هرجع اعمل 5 سلاسل واعد 3 اعمدة، وادخل في السلسلة اللي بعده واعمل غرزة حشو. هرجع اعمل 5 سلاسل تاني واعد 2 عمود، وادخل في السلسلة اللي بعده واعمل غرزة حشو. هرجع اعمل 5 سلاسل وباخد لفة على الإبرة، وبعمل عمود بلفة فوق غرزة الحشو اللي ما بين القوسين اللي قدامي دول. هعد 5 سلاسل واسيب 3 أعمدة، وادخل في غرزة الحشو غرزة السلسلة اللي بعدهم واعمل غرزة حشو، وهكذا لآخر السطر. هعمل غرزة حشو وارجع ادخل في القوس ده واعمل 8 أعمدة تاني. بعد كده وبدخل في السلسلة اللي في النص او اللي هي التالتة، وبعمل غرزة حشو بالشكل ده، وبدأت طبعا الرسمة تتكرر قدامي اهو. تمام، انا هرتفع السطر اللي بعده فهعمل سلسلة، وارجع ادخل فوق كل عمود بلفة واعمل عمود بلفة، بس بين كل عمود وعمود سلسلة، فهعمل عمود بلفة اهو
سلسلة عمود بلفة سلسلة عمود بلفة لحد ما أخلص التمن أعمدة. تمام، فانا كده هعمل اخر عمود بلفة اهو، وهدخل في القوس اللي بعده واعمل غرزة حشو. هرجع اكرر تاني نفس الطريقة، يعني هعمل عمود بلفة سلسلة عمود بلفة وهكذا. هعمل عمود بلفة اهو، سلسلة عمود بلفة سلسلة، وهكمل بنفس الطريقة لآخر السطر. انا كده خلصت السطر اللي بعده، زي ما انتوا شايفين الرسمة بدأت تتكرر، فهكمل بنفس الطريقة لحد ما اعمل الطول المناسب اللي انا محتاجاه. يا رب تكون الغرزة بتاعت النهاردة عجبتكم، واتمنى تعملوا لي لايك وسبسكرايب.